الهواء بيأثر على الإنسان بشكل مباشر، نعم صحيح رح نحكي بيأثر على صحة الإنسان. إذا لو إجانا سؤال كيف يؤثر تلوث الهواء على صحة الإنسان، رح نحكي هاي النقاط: 1 بسبب السعال، 2 بسبب الصداع، و3 بسبب تهيج العينين. تمام؟ إذا هاي المضار الصحية لتلوث الهواء. هاي الصورة عندي تحت صورة للمرشحات اللي بتقلل من اختلاط الملوثات، الغازات الملوثة بالهواء الجوي. نيجي لإيش اسمه الاحترار العالمي، هو ارتفاع في معدل درجات حرارة سطح الأرض. إذا ما هو الاحترار العالمي؟ هو ارتفاع معدل درجة حرارة سطح الأرض. طب ليش ارتفع هون؟ بسبب 4 غازات، هو أكثر من 4 غازات، لكن رح ناخذ هون 4 غازات رح أسميهم غازات دفيئة. من ضمنها أول أكسيد الكربون، بخار الماء، والميثان، وآخرهم ثاني أكسيد الكربون. هدول الغازات الأربعة بسميهم غازات دفيئة. ليش؟ لأنهم بيحفظوا حرارة الشمس في الغلاف الجوي، فبيعملوا على زيادة دفء كوكب الأرض. مين أكثر غاز من هدول الغازات الأربعة بيؤدي إلى حبس درجة حرارة الشمس؟ اللي هو ثاني أكسيد الكربون. إذا ثاني أكسيد الكربون أكثر الغازات الدفيئة حبساً لحرارة الشمس. طيب هنا إذا احتب الغازات الدفيئة عملت لي احتباس الغازات الموجودة في الغلاف الجوي حبست لحرارة الشمس. هاد شو بسميه؟ بسميه بتأثير الزيت الزجاجي. ننزل نشوف الصورة لتوضح الأمور كلها. أنا عندي غلاف جوي محيط بكوكب الأرض، عندي أشعة شمس أو حرارة الشمس بتدخل على كوكب الأرض. تمام؟ هون رح يجي بالغلاف الجوي عندي الغازات الدفيئة اللي حكيت عنها، رح تحبس. شايفين كيف حبست حرارة الشمس؟ طيب لما نحبس حرارة الشمس، الحرارة حول كوكب الأرض، هون كوكب الأرض رح ترتفع درجة حرارته. أوكي، هذا بنسميه تأثير البيت الزجاجي.